هذا الفيديو ما غادي ندير فيه القصة لا والو. بغيت نشكر غير المنتخب المغربي على الأداء اللي قدمه في كأس العالم. عرفتي شنو هي المدرب يتولى المهمة بثلاث شهور، يمشي لكأس العالم، يتعادل مع كرواتيا، يربح بلجيكا، يربح كندا، يربح سبليون، يربح البرتغال، وكنا غادي نربحوا فرنسا كل ما الظلم التحكيمي كما كتشوفوا بأن جوج بيلانتيات ما تحسبوش. ديفونس ديال فرنسا دخل على بوفال شد بوفال الصفراء، هادو انت مع هادو، والبيلانتي الثانية ماسك واضح، يعني بلا ما بقى ندوه ماسك واضح، يعني ضربة جزاء، جوج ضربات الجزاء في الميطة الأولى ما تحسبوش. وخا هكداك شكرا للمنتخب المغربي لأنكم شرفتوا أفريقيا وشرفتوا العرب كاملين. عرفتي شنو هي توصل نصف نهائي من كأس العالم وانت يلاه توليتي المهمة غير بثلاث شهور دابا؟ عطيوني الرأي ديالكم في الأداء ديال المنتخب الوطني المغربي في كأس العالم. تنساوش ديروا معكم لايك، تنساوش تصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. نبداو الفيديو. قافية الصراحة، أقسم أقسم بالله صاحبي زعما قافية بزاف، قطع قطع خذ الخمس قطع. واخا أنا برصاوي ولكن راه قافية بالفعل رونالدو لأنه آخر كأس العالم ديالو. لي ما فهمش هذا الفيديو، هذا أخونا هذا اللي كيقول سير 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 من كبار مشجعين ديال رونالدو، واحد المباراه اللي تقنت ما بين المغرب والبرتغال وهو جا على قبل رونالدو غير باش يشوفه. ملي شاف المغاربه كيقولوا سير سير هو يسحب لي ديك سير سير على رونالدو، هي لا العكس، راه لا المغرب زعما سير 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 ماركي. هذا الكلب ديال الحومه ضخ، ما عارف يمشي في الطريطوار، ما عارف يمشي في الشانطي، ما عارف المغاربه مالهم، واش عنده شي خبر على هذا الشيء ولا لا؟ تلف مسكين. وفين البرتغال؟ عقلتي على 2018؟ ما عقلتيش مزيان نصيري، اجي فكر هذا، راه قال لك نسى، عرفتي انيستا كان كيدير شي لعيبات شحال هادي، غادي نجربو فيكم، اللي نسمي راجل فيكم يجي ياخذ ليا الكره، داكشي اللي قدام، راه واخا تشوفوني كنضحك، راه ما غاتماركيوش، عرفتي اش تبقاو تضيعوا الحجره، ما فهمتش، ضحكوني هاد البرتغال من الصباح ما يتجاريو باغيين يماركيو، شنو مدخل لهم اليميق وبانون، راه حايد تما، راه الدبانه ما كدوش، ديروا النيه، الكره راه تضرب في البوطه وتخرج، واخيرا دخلني هاد المدرب لعب، ها واحد السلام عليكم، مرحبا بك اخي رونالدو. صافي خرجني خرجني، راه دخل يا معقول بانو عاد باغيني نماركي لك انا. الا شفتوا الحارس ديالنا بونو في ديك المباراه ديال فرنسا والمغرب ما ضحكش، ما لاحظتوهاش. عادت مره اخرى تمريره طويله تصطدم بالمهاجم، تعود الى الحارس والتشتيت من الحارس والحارس، الله لا يعطيك العافيه، الحارس والمهاجم الله لا يوفقكم، تغلطون قدامي. الشبكه قداش نيه وزقلها. زيد أدوك صحاح لا باقيش تمشيو هكا. وخاصة في البحر طلبة فاش كتخرج لهم المنحة. مليون و 56 ألف، مليون و 60 ألف، مليون و 60 ألف، زيد وزا السنة غير نحسب، مليون و 60 ألف، مليون و 64 ألف، مليون و 68 ألف، مليون و 12 ألف ريال. ايوا كتجبد مليون و 12 الف ريال، ما كان تصن مليون. قلت لي فولي ديك الساعه الحساب معاك يكثروا عليك الفلوس. خصكم تعرفوا واحد الحاجه، راه معظم الرجال راه كيقلبوا على هذا النوع، راه واخا تشوفوا البنات بزاف كيتعراو وما كيلبسوش مستور داكشي، والله الا اغلبيه الرجال ملي كيبغي يتزوج كيبغي المعقول كيقلب على بحال هذا النوع، بحال هذا اللباس، والله حتى الاناقه بالله كتزيد من موتيفيك. ايوا والله الله يهدي كل واحد يا رب، الله يهدينا كاملين. انا حابس لساني باش نقضي حوائجي بالكتمان. اكيد اللي ما عندوش الصبر. اول مره اتفق مع الشيخ. نحن نرجو من وزاره التعليم العالي لمن ناخذ من عندهم الوثيقه، وثيقه التخرج، اريدهم يختمونا بظهرها. شكرا لك ايها المتخرج انك اضعت من عمرك 4 سنوات عندنا.
لقد أضعت 4 سنوات من عمرك هنا عندنا. شكرا. راه حنا 12 عام ديال القراية. فاش كنتي صغير ملي كتنسى علاش سخروك؟ خميرة، نعناع، بومادة، البيض، سنيدة. رجع نسولو. هي راه ماشي البومادة، هي راه المناضة. عرفت انا قاري غدا مع 4، الاستاذ كيشرح كلشي متبع معاه والقسم ساكت. انا بعد ما كنت كنتفرج في اللور وماركات المغرب البيت الاول. كتلقى القسم كامل وما فهم والو. الامتحانات في الاخر ديال شهر 12، عقلي فاش غتحط الورقه قدامي. الله يوفقكم كاملين. انا داير راسي ساعي بعد ما شفت الماكله جايه وانا غير ضيف. ما تقولش لي ما كديرهاش، خصوصا الا كان فيك الجوع. Where are you from? From Israel. Israel, huh? What is this? Is this Palestine? Yeah, this is Palestine. Trembled, Israel. يلا نوض على سلامتك. لي ما تعرفش طيب علاش كتجوك جايبه. رسالة إلى زوجتي المستقبلية شهيوات. شوف إلا ما كتعرفيش ديري الشهيوات يلا تعلميهم من دابا. حكم بيلا أنت اللي قاصني في رجلي. ولا راه كوفرة راه أنت اللي قصتي في رجلو. ولا وأنا راه كاع ما قصتو. قصتي في نيفو وتشاش من نيف وفين قاصك؟ وراه ما قاصنيش كاع. ما قاصكش؟ متلتي وهاك صفرة متلت عندنا البوليوود هنا. عطيني وجهك. نفس السيناريو اللي طرا في المباراة اللي تقامت بين فرنسا والمغرب. وعلم أن شباب المستقبل هم أبناء اليوم. أنا الأوان للاحتفال بواحد وعشرين عاما مع شباب صنعوا مستقبلهم بأيدي. اليوم بغيا كدوز 21 عام اللي دازت. فاش كيشوفك الأستاذ ديال السبور ضربتي كرة ديال الباسكيت برجليك. اجي 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 انت 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 اجي عندي هنا. كان بينهم مدينة جعفري ونادي على احد لاعبين وهذا هو اللي كان بينهم. كيدير لك ناقص جوج نقط. كي دار تشافتو ياك هي كدير المانيكور المارت البيديكور. كي دار تشافتو ياك هي كدير مغمض عينه وتدير. مرة واحد ألماني قال لي ليش الإسلام حرم الزنا؟ فأنا خفت أني أعطيه آيات تحرم الزنا ولا يقتنع، لأنه هو أصلا ما يؤمن بهالآيات اللي أنا بقرأها عليه. فقلت النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه شاب في المسجد وقال يا رسول الله أذن لي بالزنا، ناقشه النبي صلى الله عليه وسلم عقليا. قال له، قال للشاب أترضاه لأمك؟ قال الشاب لا يا رسول الله. قال كذلك الناس ما يرضون لأماتي. أترضاه لأختك؟ قال لا. قال كذلك الناس ما يرضون لأخواتي. بعدين تاب الشاب، خلني أناقش عقليا. قلت إيش سؤالك؟ قال ليش الإسلام يحرم الزنا؟ فقلت له أترضاه لأمك؟ قال يس واي نوت. حكيمي ومبابي في النصف النهائي. هذه محاولة ممتازة عبد الرحيم، شكون اللي تمكن الكرة؟ بالفعل تمكن الكرة أمام لاعب زكريا أمزي يحاول أنه. بكل صراحة الصداقة الحقيقية اللي شفتها لحد الساعة هي اللي كاينة ما بين أشرف حكيمي ومبابي. تخيلوا معايا أنت رابح، راك غادي الفينال ديال كأس العالم، بلاص ما مشيتي احتفلتي مع صحابك بقيتي مع صاحبك ووسيتي. كاملنا شفنا ديك اللقطة، ما مشاش مع صحابه احتفل معاه، وإنما بقى مع صاحبه. الصحبة هي اللي كدوم. دابا كاين البرد، كاين الشتا ياك، الرواح، الرضع والأطفال، تروح لينا تعدو السعلة تيكحب ياك، أش خاصنا نديرو؟ واحد من الأحسن لي سيرو أفابريكي نصوبوه في الدار عندنا حنا، ساهل فعال ممتاز. أشنا هو؟ غناخدو اللفت البيض غنحكوه غندردرو سنيدة فوق منها ونحطوه في البلاكار نغطي ونخليه واحد جوج ولا ثلاثة سوايع. نفس الكمية ديال اللفت اللي عندنا بيض غتعطينا السيرو نصب فيه نديرو في قرعة. ولدي الصغير نعطيه معلقة صغيرة على كل ساعة مكانة، وشوفوا ذاك النهار اللي في صدرو كله غيخرج سي أو سي أن إكسبيكتور ويخرج من الخيمة وداكشي كامل
وغيهدل لينا ديك السعله. هذا كلفت اللي بقى تحت لاش اللوح لا كلو انا اللي كبير ياك غينفعنا بزاف د الحوايج. والله العظيم اللي الله درتو دابا 6 ايام ويتابعني هذ الكحبه هذه ما بغاش تحيد. تبارك الله على شباب المستقبل. المهم هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، ما تنساوش ديروا معكم لايك، نتلاقاو في الفيديو الجاي. تهلاو.